شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين توقيع اتفاقية إطارية لإقامة مشروع جرين مارين لشركة بنخو الصينية للكيماويات في منطقة تيدا مصر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة. يقام هذا المشروع على ثلاث مراحل، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى 250 مليون دولار، ويبلغ العائد السنوي 230 مليون دولار. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الصينية التي تمت بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الماضية تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات كلية بلغت نحو 5 مليارات و100 مليون جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق، ربح ما قيمته 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.867 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 87% ليصل ويسجل ويغلق عند مستوى 27500 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 6175 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تزايد في بيانات الثقة المستهلك الأمريكية الضعيفة، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% ليصل إلى 84.97 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5% لتحقق ما قيمته 80.79 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 69% لتصل إلى 2.54 دولار، وقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأخرى بنسبة 3.19% لتسجل 2.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يشهد العالم حاليا ظاهرة تراجع إنتاج حقول النفط والبترول، ما يثير قلقا متزايدا بشأن أمن الطاقة العالمي واستقرار أسعار الطاقة، حيث انخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام بنسبة 1.7% في عام 2022-2023. يؤثر هذا الانخفاض انخفاض العرض من هذه الموارد في السوق العالمي على الأسعار، ويؤدي انخفاض العرض من النفط إلى ارتفاع في أسعار الطاقة، بالطبع يؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء والتي تعتمد على الكثير من المحطات على النفط والغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للوقود. تواجه العديد من الدول حول العالم بما في ذلك الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أزمة انقطاع الكهرباء. لم تنجو دولا رئيسية في إنتاج الغاز مثل روسيا من تداعيات هذه الأزمة اقتصاديا واجتماعيا. نتابع. باتت أزمة انقطاع الكهرباء تحدي جديد يواجهه البشر حول العالم في دول تعد من مصاف الدول كالدول الغربية والولايات المتحدة. ولكن من اللافت للنظر أن روسيا، وهي المصدر الأول للغاز الطبيعي، تعاني هي الأخرى من هذه الأزمة، وسجلت العام الماضي زيادة قدرها 15% على أساس سنوي انقطاع الكهرباء، وصلت في بعض المناطق الريفية إلى 12 ساعة. تعددت أسباب انقطاع الكهرباء عالميا، من أبرزها اندلاع الحرب الروسية
الأوكرانية والتي أدت لفرض العقوبات على موسكو، وما أسفر عن ذلك من اضطراب في سوق الطاقة العالمي وتراجع في إنتاج العديد من حقول النفط، وهو ما رفع أسعار البترول وأثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، فضلا عن حدوث الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي وتعرض شبكات الكهرباء حول العالم لمشاكل تقنية بسبب موجات الحر وتقادم البنية التحتية للعديد من شبكات الكهرباء. وعلى سبيل المثال، سجلت الولايات المتحدة نحو 4500 حالة انقطاع كهربائي كبير العام الماضي بزيادة قدرها 15%، بينما بلغ متوسط مدة انقطاع الكهرباء في المدن الكبرى حوالي 4 ساعات، فيما شهدت بعض المناطق الريفية انقطاعات تجاوزت 10 ساعات، ليتأثر أكثر من 60 مليون شخص بهذه الانقطاعات. وللتغلب على الأزمة، خصصت الحكومة الفيدرالية 100 مليار دولار لتحديث شبكات الكهرباء في الأعوام الخمسة المقبلة، فضلاً عن ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة. ويرى الخبراء أنه على الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات فورية لتحسين البنية التحتية الكهربائية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن توعية الأمريكيين حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة. في الوقت نفسه، تتفاوت تكلفة التداعيات الاقتصادية عالمياً لانقطاع الكهرباء مع تأثر الأعمال والصناعات على المستوى الوطني في البلدان، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة بهذه الدول، بالإضافة إلى تعطيل الإنتاج، وأيضاً يؤثر على الخدمات في الرعاية الصحية والمستشفيات والمرافق الحيوية الأخرى، ما يعرض حياة المرضى والأفراد للخطر.